كانت المرتبة الأولى. والفوز كل الفوز هو هذه الأجواء الرائعة التي تسود. إعادة بعث الرياضة داخل الوسط الجامعي ولما لها من أهمية كبرى في إحياء النشاط البدني لدى الطلبة وتفجير كل المواهب الشابة والطاقات داخل الوسط الجامعي واكتشاف كل ما لدينا من قدرات تستسخر بها الجامعة الجزائرية بصفة خاصة. الحمد لله قدرت نفوز بالمرتبة الأولى في الدورة الأولى في المرحلة الأولى من البطولة الوطنية المنظمة بجيجل للطلبة. السباق كان قوي، المنافسين كانوا في المستوى، الحمد لله قدرت نفوز.